يعطيكم العافية. وبعنا عم حل دوت رياضيات لسنة 2017، صرنا بالسؤال رقم 5. بالسؤال رقم 5 عطينا إن ذا adjacent figure C is a circle with center O radius 5 and diameter EB. A is point on C so that AE equal 6 cm. D is the tangent at B to C. D is tangent at B to C. AL is an altitude in the triangle ABE. فعند ال AL هي altitude بالتريانجل IBE. قالوا لنا أول سؤال copy the figure that will be complete in the remaining part of the problems. نجي نكتب نرسم أول figure. فعندي ال D هو tangent على C at point B. عندي ال EB هو diameter. وعطوني ال OB هي بتساوي 5 سنتيمتر. وفعندي ال EA هي 6 سنتيمتر. طيب أول سؤال قالوا لنا calculate AB. طلبوا منا نحسب الـ AB وقالوا لنا verify that sine للـ AEB بتساوي 4 على 5. طيب بيجي أنا لعندي بتطلع شو في عندي أنا هون معطيات. في عندي أنا الـ AE هو 6 سنتيمتر وفي عندي الـ OB هو 5 وبالتالي الـ AB هو 10 سنتيمتر وعندي هذا هون غاية أنجل يعني هذا غاية تريانجل وبالتالي أنا عندي by Pythagorean في عندي EB square بتساوي AB square زائد AE square وبالتالي في عندي AB square بتساوي EB square ناقص AE square نكتبها في عندنا by the Pythagorean theorem we have AB square equal EB square minus AE square اللي هي بتساوي 10 power 2 100 minus 36 equal 64 So AB هي radical 64 بتطلع عندي اياها 8 سنتيمتر. sin لل AEB هي sin لهالزاوية لل AEB شو بتساوي؟ بتساوي ال opposite على hypotenuse وبالتالي بتساوي ال AB over BE وبالتالي بيطلع جوابك التالي بيطلع عندي AB على EB طلعت ال AB معي 8 وال EB معي 10 فبتطلع عندي اياها 4 على 5. منوع على السؤال التالت عنا قالونا the parallel slow L to AB intersect EA at M and the line D at F يعني فعنا parallel على AB بيقطع الـ EA بالنقطة M وبيقطع الـ line D بالنقطة F طلبوا منا قالونا prove that the two triangle EML and FBL are similar وبالتالي بدي باين أنا عندي هول اثنين تريانجل إنه هني similar الـ EML والـ LFB بيجي بتطلع أنا في عندي الـ B والـ M هن right angle وبالتالي الـ B بتساوي الـ M وفي عندي هول اثنين opposite angle فبالتالي متساويين صار عندي هول اثنين هن two triangle are similar نجي بنكتبها the two triangle عفوا عند الـ ELM بتساوي الـ BLF هي vertically opposite angle EML equal LBF equal 19 degree 90 degree so the triangles are similar نجي للبعدة قالوا لنا جيب الساين لل BFL بيجي بتطلع أنا الساين لل BFL شو بتساوي ساين لل BFL هي ساين لهالزاوية طب أنا عندي هول اثنين تريانجل هني similar يعني هي بتساوي هي وبالتالي الساين لل BFL بتساوي الساين لل E لل AE B وبالتالي بيطلع عندي sin لل BFL بتساوي sin لل AAB فاللي بس أنا جايبها لل sin لل AEB من فوق وبالتالي ستطلع عندي 8 على 10 يعني هي 0.8 بستعمل ال LHSB بتطلع معي ال BFL تقريبا هي 53 درجة نيجي للسؤال اللي بعده السؤال رقم 4 قالوا لنا prove that E, M, and B and F are on the same circle whose center I should be determined بيجي لهون بدي باهن الـ M, E والـ B والـ F هني على نفس السيركل وبدي لقيهم بيجي بتطلع أنا في عندي الـ E, M, F E, M, F هي شو؟ هي right angle ليش right angle؟ لأنه عندي الـ M, F هو parallel على AB وعندي الـ AB هو perpendicular على الـ EA معناتها صارت عندي النقطة M هي 90 درجة هي أول وحدة وعندي الـ B كمان هي 90 درجة الـ B 90 درجة ليش 90 درجة لأن هي tangent with radius وبالتالي صار عندي هاي 90 وهاي 90 معناتها هاي الـ angle M هي inscribed بالسايكل اللي دامتها إلى EF
وهيدن كمان هيدن انسكايبت انجل بالدامتغ اللي لها اي اف، وبالتالي سايت اي ام بي اف على نفس السيركل مكتوبه ذا تو تريانجل اي ام اف اند اي بي اف اي تو رايت تريانجل فيسينج ذا سايت ذا سيم هايبوتينيز اي اف. So the four point E, M, B, and F are on the same circle of center I, the midpoint of E, F. هاي بيكون خلص معنا السؤال يا عمد. أربعة البايت أربعة بيجي عنا يا أم خمسة. Prove that the quadrilateral A, L, F, B is a parallelogram. نيجي لهون نطلع على ياسمين، احنا شو بدنا نبين؟ بدنا نبين انه ال A L F B هو بارلل. بيجي بتطلع انا في عندي ال A B هو بارلل على ال F هو given، واضح؟ طيب في عندي B F هو perpendicular على ال E B، وفي عندي ال A L هي perpendicular كمان على ال E B، صارت عندي ال B F هي كمان بارلل على ال A L، وبالتالي صار عندي ال A L F B هو parallelogram. بنكتبه عند ال AL perpendicular على EB وعند ال EF perpendicular على EB. So AL perpendicular على BF and we have LF parallel على AB. نحن قبل اخدينا درسينا then ALFB is parallel gam. نيجي لعند السؤال ام 6. السؤال ام 6 عم بيقول لنا the diagonal AF and BL of the parallelogram ALFB intersect at G. Prove that AG is perpendicular to AB. بيجي لهون عطونا ال AF هو الدياجونال تبع ال ALFB، ال I الخط اللي جاي من ال I بيقطع ال G بيقطع ال AF بالنقطة G، بدنا نبين ال IG هو perpendicular على ال AB. بيجي بتطلع أنا بهذا المثلث يلي هو EFA، بال EFA في عندي أن ال I هي ميد بوينت لل EF لأنه هي center of circle، واضح؟ طيب بعد منا بيجي بتطلع أنا الجي هو الميد بوينت تبع الاي اف. ليش الميد بوينت تبع الاي اف؟ لان عندي ال بي هي بالاصل هو بالباراليلوغرام عندي هولي بتقطعه بالميد بوينت، وبالتالي عندي الاي هي ميد بوينت والجي هي ميد بوينت، صار عندي الاي جي بارلل على الاي اي. طب الاي اي عندي اورتوجونال على الاي بي، معناتها الاي جي هي اورتوجونال او بيربنديكولار على البي. بنكتبه I meet point of EF and G meet point of AF. So IG parallel على EA and EA perpendicular على AB. So IG perpendicular على AB. وهيك بيكون خلص عنا السؤال الأخير من دورة سنة 2017. إن شاء الله بنشوفكم بالدورة اللي بعدها.